اهلا بيكم. اكيد حصل معاك قبل كده انك انت شفت رؤية غريبة جدا وصحيت مفزوع من النوم وفاكر بعض الجزئيات بتاعتها، ولكن من رحمة ربنا بيك انك انت بترجع تنام تاني، فلما تيجي تصحى ما تكونش فاكر منها اي شيء نهائيا، على الرغم انك انت لما قمت مفزوع كنت فاكر كل جزئياتها. ايه السبب لده؟ عايزك تركز معايا في دقائق معدودة وانا هعرفك سبب ده ايه. اول حاجة عايزك تعرف يا اخي الكريم ان الرؤية هي رسالة من ربنا سبحانه وتعالى ليك. يقول الشيخ ابن القيم ان هي عبارة عن رسالة بيأخذها الملك الموكل من اللوح المحفوظ ثم يوحيها ليك وانت نايم. سبحان الله، مدة الرؤية اللي انت بتشوفها دي بتكون ثواني معدودة، على الرغم ان انت بتعيش حلم طويل وقصة طويلة وبتكون نفسك انك تصحى من النوم بس مش قادر اثناء الرؤية لو هي مفزعة. بس الشيء المهم اللي انا عايزك تعرفه، مش كل رؤية يا اخي الكريم بتكون من ربنا سبحانه وتعالى، ومش كل رؤية بتكون رسالة ليك. اول حاجة عايزك تعرف ان الشيطان ممكن ان هو يلعب عليك وانت نايم، وممكن يصور لك اي شيء بيصيبك بالحزن. ولذلك يقول الله عز وجل في كتابه الكريم: انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين امنوا وليس بضارهم شيئا الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. كذلك ايضا النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث فيما معناه: الرؤيا ثلاث اقسام، قسم من الله وهي الرؤيا الصالحه، وقسم يحدث الانسان به نفسه في يقظته فيراه في نومه، والقسم الاخر اللي هو حزن من الشيطان. دايما الشيطان بيحاول ان هو يجعلك حزين، يجعلك كئيب، فيجي لك مثلا انك انت داخل ربما على امتحان غدا، تبص تلاقي نفسك انك انت دخلت الامتحان وما حلتش اي حاجه نهائيا، واكيد ده حصل معاك قبل كده. ممكن تكون مرتبط بفتاه بالرغم ان الفتاه دي جيده، ولكن تشوفها في منامك ان هي بتعمل حاجه سيئه. كذلك انت ممكن تشوف ان زوجك بيخونك، كذلك ايضا تشوف ان بناتك فيهم حاجه مش كويسه، وكل ده بيكون حزن من الشيطان. ودايما سبحان الله بتصحي من النوم او بتقوم مفزوع وفاكر جزئيات منها زي ما قلت لك، بس سبحان الله لما تنام وتصحى ما بتفتكرش منها اي شيء. ما تحاولش انك انت تراجع ذاكرتك يا اخي الكريم، اعرف ان ربنا سبحانه وتعالى لو ارسل ليك رؤية صادقة عمرك ما هتنساها نهائيا. ليه؟ لان سبحان الله الانسان بيشتمل الذاكرة عنده على ثلاث اقسام. اول حاجة ذاكرة مخيلة، وهي اللي بتجعلك انك انت تشوف الرؤية من الالف الى الياء. الشيء الثاني الذاكرة الناقلة، اللي هي بتاخد لك الرؤية من الذاكرة المخيلة توديها لشيء ثاني اسمه ذاكرة حافظة. هذه الذاكرة حافظة هي اللي بتحفظ لك الرؤية الصادقة، فتقوم من النوم فاكر كل الرؤية بتفاصيلها من الالف الى الياء، انا شفت كذا 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 كذا. لكن بعض الناس تشوف احلام مفزعة ومجرد ما تقوم من النوم تيجي ماسكه ورقه وقلم وتقعد تكتب، حتى في بعض الاشياء ممكن ما تكونش شافتها وتكتبها، وتحاول ان هي تروح لمفسر واثنين وثلاثه واربعه وخمسه، وتسال في الحلم اللي هي شافته. وللاسف الشديد رؤيه معلقه على جناح طائر، ما تاولت وقعت، وان كان بعض المشايخ بيقول ان ده عباره عن حديث، ولكن يا اخي الكريم في مثل قديم بيقول لك: القدر معلق بالمنطق. حاول انك انت دايما تستبشر خير، الحلم اللي تشوفه سيء ما تحكوش لاي حد نهائيا، والله ما هيضرك. واعرف انك انت لو عملت زي ما اوصانا النبي صلى الله عليه وسلم، انك انت اذا رايت ما تكره تجي تافل عن يسارك ثلاث مرات كده وتقول: اعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، اعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، اعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان، وتغير موضع نومك، والله ما هتضرك. وزي ما قلت لك القدر معلق بالمنطق، ومن أحسن الظن بالله، ربنا سبحانه وتعالى كان عند حسن ظنه. اوعك انك انت تظن بالله ظن سيء عشان ما تتعرضش للأذى او لمصيبة. انتبه يا اخي الكريم، واذا رأيت ما تكره لا تحدث به نفسك، واذا قمت من النوم ناس الرؤية بتاعتك ما تحاولش انك انت تفتكرها، لانها مش رسالة من ربنا. هذا وان كان من توفيق فمن الله وحده، وان كان من خزل فمن نفسه ومن الشيطان. بتشوفني كتير، انت حاول انك انت تدوس لايك وتضغط سبسكرايب وتفعل الجرس عشان يوصلك مزيد من مقاطع الفيديو من قناتك تفسير الاحلام. ليك اطيب تحية من اخوك يوسف احمد، وما تنساش تشير المعلومة ديت لغيرك، جعل الله في ميزان حسناتك لعل انه يستفيد بها. اراكم الحلقة الجاية.